في نظركم شنو هو الاحساس ديال الانسان كيتمشى وليه العلاكه في دماغه وفداتو كامله؟ ايه كيف ما سمعتوا، هذه هي الحاله ديال هذا السيد اللي ما خلى حتى شي سبيطار ما مشاش ليه غير باش يعرف منين جا هذا الشيء اللي في دماغه واش عنده شي علاج اولا لا. سنين هو كيدق البيبان ديال الاطباء، وحيت هذه الحاله اول مره غادي يشوفوها في الغالب ما كيكونش عندهم الحل ليه، والا داروا معاه المزيان كيعطيوه مهدئ اللي غادي يخليه يتهنى من هذا الحريق ديال هذا العنكبوت المده قليله. ورغم ذلك هذا الدواء ما كيعطيش شي نتيجه، هذا الشيء علاش قرر يشوف طرق خاصه به باش ينقص هذا الالم اللي كيدور في دماغه ويخرج هاد العنكبوت اللي عنده في راسه. وعلى حساب التصريح ديالو وعلى حساب هذاك الشيء اللي كيتحرك ليه في راسه يقول باللي عنده 4 ديال العناكب في دماغه كاملين كبار وكيبيضوا، هما اللي دايرين ليه هاد الحاله في راسه، بقاو كيبيضوا ليه في نيفه وحتى في ودنيه وكيعطيو حتى الصداع في قرجون، الحاجه اللي كتخليه صعب عليه التنفس. من بين الطرق اللي دار باش يتجنب هاد الحشره الطايره ديال الودنين وديال النيف وحتى الدواء ديال القلب، ورغم ذلك ما كايناش نتيجه. واخر اختراع كان دار من غير هاد الادويه اللي ما عطاو حتى شي نتيجه، خدا سيدي اسبيراتور اللي معروفه كتجمع غير الخمله، شاف نيفو بدا كيخرج منها داك الشيء اللي في دماغه، ولكن تصدم ملي شهور قليله قدر يخرج فيها كميه كبيره من العنكبوت وقدر يجبد شي وحدين منهم اللي مازال صغار، ولكن لقاهم كاملين ولاد. اما النتوه اللي كتحط البيض الحجم ديالها كبير، وقال لك اسيدي ما قدراتش تجبد لي. خليونا نقربوا شويه للاحساس ديال هاد السيد. عقلتي اخر مره ملي كنتي كتمشى اولا كنتي كتجري اولا كتريني اولا حتى كنتي راكب على شي وسيله ديال النقل وعلى غفله كتدخل ليك شي ناموسه لعينيك؟ هنا الوقت بالنسبه ليك كيوقف، كتولي تفكر غير كيفاش تهنى من هاد الشيء اللي دخل ليك لعينيك. عاد زيد الحريق اللي ما كيساليش، والا كان عندك الزر كتقدر تحيدها بالزربه، والا ما عرفتيش كتعاني باش تحيدها وتهنى منها. تقريبا هذا غير شويه من الاحساس اللي كيحس به هذا السيد اللي كيقول باللي عنده حشرات كدور ليه في دماغه حلقه وفي ذاته كامله. وعلى حساب كلامه فكر شحال من مره يحرق راسه غير باش يتهنى من هذا الشيء اللي في دماغه في مره واحده. البرامج اللي صوروا معاه داروا معاه المزيان ووصلوا معاه لابعد حل باش يلقى حل للراس، جابوا ليه اخصائيين في العناكب اللي قلبوا في لو الدار كامله وعرفوا باللي هذا النوع ديال العناكب ما يمكنش يعيش داخل الداش ديال الانسان، حيت ضروري خاصو ياكل، وفي الدات ديال الانسان ما عندوش شي ماده اللي ممكن يتغدى منها. ايوا منين جاو هاد العناكب اللي خرجوا ليه من نيف، الخبير اكتشف ان لاسبيراتور اللي كان كيستعمل هاد السيد باش يخرج هذاك الشيء من نيفو كانوا فيها واحد التقابي، ومن اللي قلبهم لقاوهم شبعانين عناكب وحشرات. ومن اللي السيد كان كيستعملها في نيفو هاد العناكب اللي كانوا في التقابي كيدخلوا للماء ديال لاسبيراتور، ومن اللي كيقلبها من اللي كيسالي كيحسب ليه باللي خرجوا من دماغه. ولكن شنو هذاك الشيء اللي كيدور ليه في دماغه وما مخليهش يبقى مرتاح في حياته؟ هاد البرنامج داز للمرحله الثانيه وداه لاحسن كلينيك كاين في مدينته، ومن ورا بزاف ديال الاسكانير على الراس على الحلق وحتى على الصدر، ولا حبه لقاوها من هاد العنكبوت اللي كيتخيل. الحل الوحيد هو طبيب نفساني اللي من بعد ما دوا معاه ودار معاه حصص لقى هاد السيد تعرض لازمات من النهار اللي خرج من خدمته اللي دوز فيها اكثر من 50 عام، كان متعلق بها بزاف، ومن بعد ما خرج منها تبدلات حياته حتى حالته الماديه ما بقاتش هي هادي. عاد زيد الدار اللي كان خرج منها، ومن ذاك النهار هو كيعاني في صمت، وهذاك الشيء اللي كيحس به ما كيخرجوش عند الناس. هاد الشيء اثر عليه حتى تكون ليه حريق في راسه، وهو اللي تخيلوا حشره كدور ليه في دماغه خلاته يقول بلي عنده العنكبوت كيدور ليه في ودني وفي نيف. واللي زادت اكدت ليه الغلط ديالو هي الاسبيراتور اللي كان كيستعمل. هاد الطبيب النفسي اللي عطاه دوايات اللي غادي ينفعوه وبدا معاه حصص اللي غادي تكالميه وتخليه يرجع للحاله الطبيعيه ديالو، وبدا كيبان التغير بشويه بشويه، واخا الالم ما تحيدش مره واحده ولكن حسن من المعاناه اللي كان كيعانيها قبل ما يجي عنده هاد البرنامج. دابا في نظركم واش ممكن حشره تعيش في الدماغ ديال الانسان؟ خلي لينا الراي ديالك في التعليقات، دير لايك وبارطاجي مع اصحابك، دير متابعه للصفحه، ومرحبا بك في العائله ديالنا. كان معكم محسن، هذا مكان تهلاو.